حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من إمكانية اندلاع حرب إقليمية في المنطقة، ودعا بوريل كافة الأطراف إلى ضبط النفس. الآن نطلب من إسرائيل ضبط النفس في الرد على إيران. لا يمكن أن نصعد، لا يمكن أن نصعد خطوة تلو الأخرى لنصل إلى حرب إقليمية. نحن على شفير وعلى وشك أن نشهد حرب إقليمية سوف تؤدي بتداعياتها وتؤثر بتداعياتها على العالم. مجددا يجب وقف إطلاق النار، يجب الإفراج عن الرهائن. ينضم إلينا عبر الإنترنت من بروكسل السيد لويس ميغيل الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط. أهلا وسهلا بك سيد لويس. كيف يتابع الاتحاد الأوروبي التصعيد الحالي بين إسرائيل وإيران؟ مساء الخير، شكرا جزيلا للاستضافة وتحية لك والمشاهدين. نحن قلقين للغاية إذا هذه التطورات في المنطقة. كما قال السيد بوريل وأيضا الأمين العام للأمم المتحدة، نحن فعلا على حافة الهاوية في هذه المنطقة. هناك خطورة حقيقية لاندلاع حرب إقليمية، فبالتالي الرسالة الرئيسية والهدف الرئيسي للاتحاد الأوروبي المجموعة من المستويات هو وقف إطلاق النار، وقف التصعيد في هذه المنطقة. وطبعا عندما قال السيد بوريل بأن هناك رسالة واضحة لكل الأطراف بما في ذلك إسرائيل في هذا الصدد، هو دليل على أن هناك إجماع كذلك في مجلس الاتحاد الأوروبي. كانت هناك بالأمس قمة أوروبية، واستنتاجات هذه القمة هي أيضا واضحة في هذا الخصوص، أنه نحن نريد أول شيء الأولوية الأولى وقف التصعيد وضبط النفس، وثانية يعني علينا أن ننسى ما يجري في غزة، لأنه طبعا هناك قلق فيما يتعلق بتحدي التصعيد في المنطقة، ولكن المشكلة الأساسية الآن هي في غزة. نحن نريد وقف إطلاق النار فوري لإيصال المساعدات للمتضررين في هذه الأزمة، وأيضا لإفراج الرهائن الذين حتى اليوم تحت سيطرة حماس. طيب سيد لويس، هل أنتم أو هل الاتحاد الأوروبي يؤيد ردا إسرائيليا على الرد الإيراني؟ لا يوجد هناك دعم من قبل الاتحاد الأوروبي رسميا أو غير رسميا لأي رد. العكس، الرسالة مرة أخرى هي لإسرائيل وإيران وكل طرف المنطقة الضبط النفس ووقف التصعيد، فبالتالي هذه هي الأولوية. ونحن كلنا تكرارا ومرارا منذ اندلاع هذه الحرب في غزة بأن كانت هناك خطورة، ولنا ما ننسى أيضا ما يجري في لبنان بين حزب الله من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى. لبنان على خط التماس في هذه المواجهة، وبالتالي التداعيات كما قلنا سابقا ونقول اليوم وخيمة على كل أطراف المنطقة، وأيضا على أوروبا حقيقة. يعني في هناك إدراك لدى قادة الأوروبيين حول هذا الموضوع، وبالتالي يعني يجب بذل أقصى جهودا على كل مستويات الدبلوماسية من أجل وقف التصعيد. طيب سيد لويس، كان هنالك إدانات من الاتحاد الأوروبي للرد الإيراني على إسرائيل، لكننا لم نسمع إدانات من الاتحاد الأوروبي للهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق. كيف يمكن أن نفهم ذلك؟ هذا غريب، لأنه كان هناك بيان من قبل الممثل على نفسه عقب هذا الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، وأدان الاتحاد الأوروبي بالفعل هذا الهجوم. المبدأ الأساسي للعلاقات الدولية هو احترام المنشآت الدبلوماسية، وهذا المبدأ نؤمن به ويجب احترامه، وبالتالي هذا الهجوم يستحق الإدانة بطبيعة الحال، كما أدان الاتحاد الأوروبي كذلك الهجوم الإيراني على إسرائيل. فمرة أخرى الأولوية الأوروبية الآن، وهناك إجماع حول هذا الموضوع بين كل الدول، هي وقف التصعيد. ولدينا أدوات، الأدوات ما هي؟ أدوات دبلوماسية سياسية، لدينا مبعوث خاص لهذه المنطقة من منطقة الخليج السيد مايو. السيد بوريل قام باتصالات مع كل أطراف المنطقة تقريبا، هناك اتصالات مع إسرائيل مع إيران كذلك، كانت هناك مكالمة هاتفية مع السيد عبد الأحيان قبل أيام حول هذا الموضوع. يجب أن نستمر
ليس فقط نحن كأوروبيين وإنما أيضا شركائنا في المنطقة، وأعتقد أن هذه مسؤولية أيضا دولية لوقف هذا التصعيد. طيب، هناك أيضا تحذيرات أوروبية من حرب إقليمية، برأيكم من السبب في خلق مثل هذه الأجواء في المنطقة؟ يعني أعتقد أنه ليس جديدا، هذا الأمر ليس جديدا، نرى منذ سنوات أن هناك مواجهة بشكل غير مباشر خلينا نقول بين إيران وإسرائيل عبر وكلاء إيران في المنطقة، سواء كان في سوريا، العراق، لبنان أو اليمن حتى، هذا غير جديد. الآن المشكلة نعتقد في تقديرنا أنه الحرب في غزة يعني أصبحت نوعا ما يعني مصدر ل المزيد من التوتر في المنطقة بطبيعة الحال، يعني معاناه الفلسطينيين في غزة وليس فحسب، يعني في لبنان كذلك المدنيين قتلوا إسرائيليين كذلك في شمال إسرائيل، يعني هذا طبعا مصدر للقلق ومصدر للتوتر عموما يعني. فبالتالي علينا أن ننسى ما يجري في غزة، أعتقد أنه أشار إلى هذا الموضوع سايب بوريل بشكل واضح. صحيح هناك تصعيد في المنطقة، ولكن علينا أن ننسى ما يجري في غزة، وبالتالي علينا أن نعمل من أجل وقف نقل النار في غزة بين الإسرائيليين وحماس، الإفراج عن الرهائن، ووقف معاناة الفلسطينيين في القطاع. طيب، وما هو الحل برأيك لتفادي أي صراع إقليمي؟ الحل الوحيد هو الحوار، نحن نؤمن بهذا الحل. طبعا الاتحاد الأوروبي بني على هذه الفكرة، فكرة أنه بعد الحرب العالمية الثانية التي دمرت العالم حقيقة والمسؤولين نحن الأوروبيين حقيقة، فبعد الحرب، بعد هذه الحرب المدمرة، تم تأسيس الاتحاد الأوروبي. فالاتحاد الأوروبي منذ بدايته هو يعمل من أجل بناء هذه العلاقات مبنية على الحوار والدبلوماسية. يعني نحن لدينا علاقات دبلوماسية على فكرة مع إيران، نلتقي بالمسؤولين الإيرانيين، التقى سيد ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي بالرئيس الإيراني على هامش جمعية الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي. يعني هناك مشاورات دبلوماسية بيننا وبين الإسرائيليين كذلك وبين الإيرانيين وكل أطراف المنطقة حقيقة. فالحل الوحيد هو الحوار، ومن خلال هذا الحوار صحيح هناك صعوبات كثيرة، ولكن لا يوجد بديل، لا نرى أي بديل لهذا الحوار ولهذه المشاورات الدبلوماسية. يجب أن يكون هناك تفاهم، ويجب أن يكون هناك مشاورات دبلوماسية من خلال القنوات المتاحة لنا كأوروبيين وأيضا للدول الأوروبية كذلك. طيب، في الوقت الذي يتخوف فيه الاتحاد الأوروبي من توسع الصراع ليصبح إقليميا، هناك حديث عن عقوبات أوروبية جديدة على إيران، برأيك أليس من مثل هذه الخطوات أن تصعب الموقف أكثر وكذلك أن تعقد العلاقة مع إيران؟ نعم، إذا صحيح هناك عقوبات مفروضة على إيران ليس جديدا أيضا، يعني هذا الأمر قديم خلينا نقول. هناك أنظمة مختلفة للعقوبات مفروضة على إيران بسبب المرتبطة بالبرنامج النووي، المرتبطة بالقمع على المتظاهرين في إيران، المرتبطة بوضع حقوق الإنسان وما إلى ذلك. الآن الحديث عن عقوبات إضافية بشأن أو مرتبطة بهذا الهجوم الإيراني على إسرائيل، كان هناك إشماع حقيقة بالأمس في هذه القمة الأوروبية حول توسيع هذا النظام من التدابير التقضية لحتى يشمل الصواريخ من ناحية، وأيضا جغرافيا لحتى يشمل أيضا إرسال هذه الأسلحة لوكلاء إيران في المنطقة. الآن هل هذا يعني مثل ما تفضلت، هل هذا حل أم لا؟ لا استطيع التنبؤ. اذا يعني هدف العقوبات حقيقه هو يعني اقناع الاطراف المعنيه لتغيير سلوكهم او تصرفاتهم. نحن اخذنا او تم اعتماد كاتحاد الاوروبي تم اعتماد اكثر من 13 قسمه من العقوبات على روسيا. هل روسيا وقفت هجومها على اوكرانيا؟ لا. فبالتالي العقوبات من الادوات التي لدينا كاتحاد الاوروبي، ولكن هناك ادوات اخرى كما قلت اللي هي تشمل الحوار والقنوات الدبلوماسية. سيد لويس، طالما أن العقوبات بالنسبة للاتحاد الأوروبي هي أحد وسائل التلويح من أجل التراجع عن المواقف، لماذا لم يلوح الاتحاد الأوروبي بأي عقوبات على إسرائيل أمام حجم هذه المجازر التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة على الأقل حتى اللحظة؟
صحيح صحيح، أنا هذا السؤال في محله حقيقة، ولكن بطبيعة الحال من أجل اتخاذ مثل هذه القرارات لفرض عقوبات على دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون هناك إجماع بين كل الدول الأوروبية. الإجماع موجود عندما نتحدث عن روسيا، الإجماع موجود كذلك عندما نتحدث عن هذا الهجوم الإيراني، الإجماع غير موجود حقيقة بالمقابل عندما نتحدث عن إسرائيل. حقيقة لا يوجد أي اقتراح من أي دولة أوروبية حول هذا الأمر. مع ذلك هناك اقتراحات من دول مثل إسبانيا وإيرلندا لإعادة النظر فيما يتعلق بالاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهذا الاقتراح موجود على طاولة المفاوضات عفوا طاولة مجلس الاتحاد الأوروبي، ولكن لا يوجد أي إجماع وأي اقتراح حول موضوع عقوبات على إسرائيل. فيما يخص الوضع في غزة كيف تقيمونه سيد لويس؟ الوضع في غزة أعتقد أنه شوفي بعد 6 شهور من هذه الحرب المدمرة الوضع أعتقد أنه يتجاوز الكارثة حقيقة. نتحدث عن 100% من السكان في القطاع الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، نتحدث عن مجاعة، نتحدث عن قصف مستمر وعشوائي. وقال سيد بوريل أكثر من مرة أن قتل المدنيين الأبرياء غير مقبول. قال سيد بوريل أيضا أنه رعبا، وكان يشير سيد بوريل إلى ما حدث من الهجوم الإرهابية لحماس على المدنيين الأبرياء الإسرائيليين في 7 أكتوبر لا يبرر فضايا أخرى في غزة. وكذلك قال سيد بوريل أنه لا يمكن للشعب لسكان غزة أن يعني يدفن يعني يتحمل مسؤولية تصرفات حماس حقيقة. يعني هذا موضوع واضح لنا، فبالتالي نحن نريد وقت نقد نار، لأنه يجب إنهاء معاناة المدنيين في غزة، يجب إنهاء هذه الكارثة الإنسانية بسبب هذه الحرب، ويجب الإفراج عن الرهائن الذين تحت سيطرة حماس. من أجل إرسال أيضا المساعدات، لأن الاحتياجات ضخمة في غزة بعد 6 شهور من القتال، فبالتالي المطلوب الآن يعني، ونتحدث أيضا عن تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة. يعني هناك قرارات أممية تم اعتمادها، هناك أيضا أوامر من المحكمة العادلة الدولية، فأعتقد أنه هناك إجماع على مستوى الدولي حول هذا الموضوع أيضا. لكن ما أهمية الإجماع وما أهمية كل هذه القرارات الأممية التي أشرت إليها إذا كانت سوف تضرب بها إسرائيل عرض الحائط دون أي تهديد عملي من قبل المجتمع الدولي ومن ضمنها الاتحاد الأوروبي بذلك؟ نحن ليس لدينا أدوات أخرى حقيقة. كما تفضلت أعتقد أنه الاتحاد الأوروبي مجموعة من الدول له أدوات دبلوماسية واقتصادية. نعم هناك عقوبات، ولكن لفرض عقوبات على الدول الثالثة كما قلت يجب أن يكون هناك إجماع بين كل الدول الأوروبية. الآن أعتقد أنه هذه مسؤولية أيضا دولية، لا أعتقد أنه الاتحاد الأوروبي له القدرة لفرض إرادته على الآخرين. على العكس أعتقد أنه نحن جزء لا يتجزأ من المجتمع الدولي. ونتحدث عن القضية الفلسطينية، أليس القضية الفلسطينية قضية أو مسألة دولية؟ نعم، الإجابة هي نعم. فبالتالي نحن نريد حشد من المجتمع الدولي. ففي هذا السياق سيد بوريل مرة أخرى قام بمشاورات كثيفة مع الدول العربية مختلفة شركائنا. ولا فكرة قبل الهجومات ب 7 أكتوبر من كان يدافع عن القضية الفلسطينية؟ الاتحاد الأوروبي بشراكة مع مصر والأردن والمملكة العربية السعودية كذلك والجامعة العربية في على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي. فنحن مصممون على هذا الموضوع. لا يوجد حل لحل الدولتين. الحل الوحيد والمستدام لإنهاء هذا الصراع الطويل بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ومرة أخرى نعم القدرة الأوروبية محدودة، ولكن أعتقد من واجبنا كأوروبيين أن نحاول على الأقل. طيب أريد أن أختم معك كذلك بالسؤال عن الحراك في مجلس الأمن للاعتراف بعضوية كاملة لفلسطين، هل يؤيد الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة؟ الاتحاد الأوروبي يعود ويدعم الحل الدولتين، حل الدولتين، دولة فلسطينية ديمقراطية تعيش جنبا الى جنب مع دولة اسرائيل امنه. هذا هو الحل الوحيد. الان هناك مجموعه من الدول في اوروبا التي ترى بان يجب الاعتراف فورا بدوله فلسطينيه. هناك مجموعه اخرى ترى بان يجب علينا الانتظار.
في هذا الموضوع. فالآن مالطا هي دولة أوروبية عضو في الاتحاد الأوروبي، هي يعني تتولى الرئاسة في مجلس الأمن، وأعتقد أنه طبعا هذا القرار سيتم التصويت عليه، ولكن لا يوجد إجماع حول كيفية تحقيق هذا الهدف، ولكن هناك إجماع في الاتحاد الأوروبي حول أهمية الهدف اللي هو الحل الدولتين. شكرا جزيلا لك المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي السيد لويس ميغيل، حدثتنا من بروكسل، أشكرك.